الحدودية البرية الجزائرية الموريتانية، حيث تسهر اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية الموريتانية على التنسيق لتحديد الميكانيزمات اللازمة وفق المعايير المطلوبة. استكمالا لإنشاء المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، اليوم إن شاء الله رانا في محطة ثالثة تقنية لكي نحدد بصفة دقيقة موقع المعبرين بالنسبة للجزائر وبالنسبة للجانب الموريتاني. هذه الخطوة الأخيرة قبل بدء في تشييد هذا المعبر، هذين المعبرين. وطبعا سبقها عدة لقاءات فنية، وهذا كامل يصب في إنشاء هذه المعبرين وتشييد المباني. وبفضل التكنولوجيات الحديثة تم تحديد النقاط المطلوبة، مما سيسمح بالإسراع في إنشاء هذا المعبر الحيوي الذي استحسنه سكان ولاية تندوف. هذه الطريق والله لا زينة عندنا، باللي ياسر ياسر من العائلات عندهم أهلهم في موريتانو والزويرات، فاهم؟ ولا فتح الطريق يسهل كل الامور. والله الا زينه عند الجزائر تفتح الطريق، والله الا فرحانين له، والله الناس كامله اللي تصور عنها انت لا تخلق وانت هذا وزينه عندنا. هي اخر الترتيبات التقنيه والتنظيميه التي تعكس الاراده السياسيه القويه والمتبادله لانشاء المعبر الحدودي البري الجزائري الموريتاني، مما سيساهم في رفع نسبه التبادل التجاري بين البلدين، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الامني على مستوى الحدود.